بنجهز الجيل الجديد لأنه يكون وطني لبلده وانتمائه دايما ويشارك في كل المناسبات اللي هي تهم الدولة. دي واجب، واجب وطني، دي بلدنا. الموضوع سهل بسيط، بياخد مش أقل من دقيقة، يعني دقيقة أو دقيقة ونص بالكتير. الموضوع الإجراءات كلها بسيطة جدا، وإحنا لازم نشارك لأن ده دورنا وده حقنا في الدستور إن إحنا نشارك، لأن صوت في الأول وفي الآخر أمانة. ده واجب وطني، واجب قومي، لازم يلتزموا بيه ولازم كلنا نروح. بنهدف إلى دعم بلدنا كمصريين في الخارج، بنهدف إلى حث المصريين في الخارج على المشاركة في جميع الانتخابات أو جميع الاستحقاقات الدستورية اللي بتكون مطروحة أمامنا كمصريين. بنشارك بلدنا في المناسبة الجميلة دي، وحقيقة إحنا الحمد لله يعني من بعد الجمهورية الجديدة بنحاول إن إحنا نلتزم بالاستحقاق ده. حتى أولادي الصغيرين يعني أنا بحاول كل مرة بجيبهم. لازم الكل يشارك، ده حق يعني، وده واجب على الجول على الجميع يعني. فإن شاء الله بإذن الله محدش هيأثر، خصوصا الإخوة المغتربين يعني. لازم أقف جنب بلدي لما حاجة زي كده في انتخابات، لازم شيء طبيعي أن أكون حاضر يعني.